هل تعلمون بأن الملك محمد السادس لم يندد ولم يدن ولم يشر بل لم يذكر ولم يلمح حتى إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة في كلمته قبل أيام بمناسبة ما يسميه بالمسيرة الخضراء؟ والأدهى والأمر من هذا كله، هل تعلمون بأن الملك هكاش قتلوني عبر المؤشرات الصوتية دو 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 كتقول صافي راه جايب لك شي اخبار؟ الا قلت لكم ازيد من 3 دقائق ازيد من 3 دقائق وهو خدام، هل تصدق بان المغرب دار وفعل وطلع وهبط؟ هل تصدق بان المغرب دار وهبط وطلع وفعل؟ هل تصدق بان المغرب دار ودار ودار؟ ملي سال جميع التهم على المغرب داز الملك، هل تعلم بان الملك فعل ودار وفعل؟ هل تعلم ب ازيد من 3 دقائق كاش كنقول هذا الزمر منين يحبس؟ منين كيحبس هذا الزمر هذا؟ خفت ولا يجيف ولا شي حاجه؟ وازيد من 3 دقائق وانت خدام هالمغرب هل تصدق هالمغرب هالمالك هالمغرب هالمالك؟ واش نتوما عايشين على حسابنا وحنا ما عارفينش ولا؟ واش تقادوا المواضيع عندك في البلاد؟ ما عندك ازمه، ما عندك طوابير، ما عندك الماء ما كيناش، ما عندك شعب كيعاني، ما عندك والو، صافي سالوا المواضيع المغرب. وكيف العاده ضغضغات المشاعر ديال داك الشعب المطحون عندك؟ اي يا سيدي ها المغرب خايب وما دار والو، ما دار حتى حاجه. اي شنو درتي انت؟ اشنو قدمتي انت؟ ما بغيناش نبقاو نعاودوا نفس الهضره ونفس السيناريو. وانت صاحبي الشعب ما خليتيهش يخرج اصاحبي، واش الشعب ديالكم ما خليتوهش يخرج؟ خرجوه في نهار محدد وانتم اللي سيرتوا داكشي. لا حول ولا قوه الا بالله. واللي عنده شي اعتراض يجي نوريه فيديوهات ديال يلا حنا سالينا، يلا سالينا المسيره، اللي عنده شي دار يمشي لها حتى التوقيت حددتوه ليهم. كاين شي مسيره يلا حنا سالينا نمشيو بحالنا؟ اجي نوريك الشعب المغربي كيريح حتى نص الليل، نص الليل ومازال المسيره واقفه. ما بغيناش نبقاو نزيدوا على بعضياتنا لان ما فدنا دوك الناس حتى شي حاجه. خليني من الشعارات الفارغه صاحبي، كاملين كنعرفوا نديروهم. انت الجمهور منعتيه من الملعب صاحبي باش ما يندتش وما باش ما تغضبش عليك ميريكان، وكتزايدوا علينا بوجهكم احمر زعما لا حول ولا قوه الا بالله. ازيد من 3 دقائق هو خدام، هل تصدق ان المغرب دار ودار؟ هل تصدق ان هل تعلم ان الملك دار ودار؟ هل هي متفق معاك، هو ورك عليكم في هذا الخطاب الاخير، ورك عليكم وخصوصا من جبد المحيط الاطلسي، وانتم تاكدنا بالملموس بان المحيط الاطلسي ديالكم واحد العقده، وعاد زدت تاكدت داك الحلم اللي باغا نتحققوا. علاش؟ باش توصلوا لذاك المحيط الاطلسي اللي قلناها لكم غنبقوا ناكدوها لكم ديما. عافيك ولا حلم بورده الشالومون طيار، هذاك الحلم ديال المحيط الاطلسي والله ما تحققوا، واخا تجيب الزهره هي الرئيسه ديالكم. وبنادم مريض بينات لهالدرجه بزاف صاحبي، ازيد من 3 دقائق وانت خدام، هل تعلم؟ هل جميع التهم ديال الدنيا والدين جبتيهم ملي تلفت له بقعه كيشاكي لاقي مالك اصاحبي في غادي؟ دابا الاشكال هو هذا الشعب هذا مسكين ما كيبقاش فيكم اصاحبي، هذا ما تهضرش على هذا الشعب هذا. شوف اصاحبي والله العظيم الا يضرك خاطرك، شوف شوف انا مازلنا نعانيو، نزلنا نروحوا على رجلينا نسرجيو القرعه تاع الغاز، نزلنا في 2023 يعني نزلنا ما نتقضل كيما هذه، رانا محقورين ياسر ورانا نعانيو صغار الطريق، قريب نروحوا كيلومتر باه نعمروا قرعه تاع الغاز ونطلعوها ونزيد نشقيو بها هك قريب المحجره، رانا نعانيو بزاف والله غير رانا نعانيو. جزائر جديده 2023 نمامو كلش راهو مسقد الطريق، ما عندنا لا غاز دوفين لا سكن، زيري صغار مساكن كي تصب الشاء راهم يروحوا يقراوا بالبوطات مساكن، ما عندنا مشي يروح بالديداسه راهو يعاني في كل يوم، رانا في معاناه والله كل يوم نطلبوا من السلطات راهي تنضرنا، رانا ولينا نطلبوا. اليوم نجيب قرعه الغاز من هك من بعيد خلاص، من بعيد خلاص نطلعها لهنا، نطلعها لهنا باش غير نعمر القرعه. كل يوم كي هك ومازلنا في حياه بدائيه، وبربي ان شاء الله حنا نطالبوا بحقوق تاعنا، يوصلونا غاز دوفيل وما نبقاوش نعانيو بقرعه الغاز كي هك. هنايا نطالب باسم منطقه الحام المنكوبه، المنكوبه فهمت، نطالب ادنى متطلبات الحياه، ادنى متطلبات الحياه هي السكن والماء والطريق، هذا ما من حق المواطن الجزائري. احنا ما كانش هذم ناس استفادت بحصه كبيره من السكنات الاجتماعيه، والواحد احنا يديروا بينا يتحجونا بحجه ان ما لقيناش وين نحطوها، هذه في المرافق هذه استاد ما كانش، ماتيكو ما كانش، ما كاين والو، ما كاين والو للمنطقه، المنطقه راهي منكوبه، ما كانش كلش مهمش، مهمشين بصفه عامه مهمشين، فهمت كيف؟ نعاني من البيروقراطيه في بلديه بن عزوز. يعني رانا في الحضيض خلاص، نطلبوا من المسؤولين الكبار ينظروا لنا، ما عندنا لا غاز دوفين، ما عندنا الماء، ما عندنا طرق، ملعب معشوش بالاخر خلاص ما كانش، مازال ولادنا يلعبوا في التراب ومازال قدام حاجه ما عندناش. الله يحفظك لما بارك، بارك عليا صاحبي. النهار كامل وانا ضاحك وانا ناشطه صاحبي، شفنا هذا الفيديو هذا كيقطع القلب صاحبي. وتخيل دابا هاد الناس هادو لو كان يحفروا عا صباحهم بحال هكا يطلعوا الغاز.
عايشين فوق الغاز وشاد نصف على البوطة ديال الغاز. يلا حماق انت ولا شوف ضرب راسك مع الحيط ولا هادو لو كان يحفروا صباحهم يطلعوا الغاز وشاد نصف على بوطة. هل تعلم بان المغاربة والله العظيم ما كيشدوا الصف على البوطة غاز؟ اودي دابا نسى عليا الطابور واشوف لي ديك البوطة غاز كيف مسخة وكيف مودكة وهزة فوق كتافو عادك الوسخ ديالها وديك الريحة ديالها الوصح. باقا عندهم نفس البوطة اللي خلات لهم فرنسا باقا هزنا مسك وشاد نصف عليا على الغاز وهم فوق من فوق الغاز. راه حماقة صاحبي. وفي عوض هاد المساخيط واقيين يخرجوا يهضروا على هاد الناس ويتكلموا عليهم ويوصلوا الصوت ديالهم. لا هل تعلم بان المغرب هل تعلم بان الملك واش غتصور من المغرب والمغاربه عندهم الحاج العثماني الا بغيتيه مرحبا بك. ما زعما اش نقولوا لك هادشي اللي كاين من 73 وانتم تخسروا في الفلوس وانتم تدقدقوا في الفلوس والشعب مسكين خليتوه شاد الصف على بوطاغاز. هي على بوطاغاز ويا على الحليب ويا على السميد ويا على العدس واللوبيا ويا 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 ومقابل المغاربة ما جا تصور من المغرب أول. والله إلا يضر خاطرك صاحبي بنادم فوق الغاز وشا تصف على الغاز واخا تبغي تدخلها لراسك ولا تبغي تستوعبها ما بزاف صاحبي. عايش في بلاد الغاز وتشد الصف على بوطا غاز راه ما يمكنش صح. بلا ما نهضروا على داك الشيء اللي قالوه بانهم عندهم لا طرقه لا سكنه لا حتى حاجه. داك الشيء خليه بعيد يا ودي. هو فوق الغاز وما عندوش الغاز تعاد كتقلب على الطريق وتقلب على السكنه وش... اي وفر لك على الغاز بعدا يطلعوا لك ويعطيه لك. تاج داك الطريق واش داك الضو ما كايناش واش داك الماء ما كايناش والدار ما كايناش اصلا بعدا يطلع لك على الغاز يعطيه لك. من المفروض يديروا لهم في الدار صاحبي طن ها الغاز موجود انت فوق منه. لا هادي عدي فيها الصح فوق منه. نشوفوا ثاني هادو مساكن مالهم ثاني لا نخدموا كل يوم رانا نجيبو كل يوم رانا نجيبو كل يوم رانا نجيبو. ضغط كبير تعاني منه حاليا عدة نقاط لبيع البقوليات بتيارت، منها النقطة الوحيدة ببلدية فرندة حيث لا تخلو من الطوابير اليومية. يقابله طلبات لفتح نقاط أخرى لتخفيف الضغط وسهولة اقتناء هذه المواد. ماذا بهم يزيدوا محلات واحدة أخرى وين نجموا الناس تتفركج ماشي يقعدوا قاع في رحبة. هذوك هذو الناس راهي اليوم ستانجور دو سيمين راهم يخدموا. كاين اللي ما يخدمش كيما النهار هذاك لي جو بيغي ما هما ما يحلوش بصح الناس تراكن النهار اللي راهم يجوا زائرين هنا لفرندا يدحم في النقطة هذه يدي باينة يسيب البقوليات هنا تبع راه يدي الله شان ويدي معانا بصح حنا نتمنوا فتح نقاط زيادة واحدة أخرى. الكثير ممن يتجه إلى هذه النقاط لبيع البقوليات من الفئات الهشة والبسيطة بعد ارتفاع أسعارها بالمحلات التجارية. لا أما الشعب يتصعب مسكين يتبع بلقمة العيش هم قبل مسكين العدس اللوبيا لا طاق لا لحب اللي ما عندهش ولا جاي هنا اللي ما عنده ما يجيش. الفقير هو اللي ما عندهش راه هنا مسكين خلي اموره صوالحه وليداته المدرسه وجا قاعد هنايا رانا الله غالب علينا وغير حنا قال لي ما كاش قاعد نروح كان باش واحد لاباس عليه هذاك غيرنا كيرم هنا الحمد لله ربي ونشكره بصح عندك ساهي شويه راه العزمه شويه في الصوالح. الله لا عيش الله الله لا عيش عايشين هاد الملاعق هادو الله الله الله. انا نسيت الطوابير ونسيت كلشي انا كنشوف عفداك المحل كي داير اخويا مالهم مع الوسخ هاد الناس هادو وما قادرينش تصبغوا عجير وصاحبي جيبوا عجير ودوزوها صاحبي عنقيو هذيك الحاله صاحبي راه توقف قدام هذاك المحل قلبك يتقلع اما تبقى باغي لا عدس لا لوبيا. حتى شوف هاد المواطنين مساكن في عايش شنو هاد الوسخ اللي عايشين فيه. انا شي اللي كيقتلني انايا انا نسيت قبيله الطابور على 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 الغاز البوط مكاش عاقل على البوطه. شوف البوطه كيمودكه من ايامات فرنسا ملي جابتها لامهم وهي باقا. دابا تاني شوف شنو هاد المحل كي داير شوف لي يا ربي السلام وما كاينش زعما شاد الصف عاد الحقك النوبه تاخذ كيلو ونص كيلو لا والو الرابعه لا والو الرويبعه سير جاتك دغمه كلها جاك نص كيلو ايوا عطينا كيلو الاخرين كاع نديرو معاهم وحنا جايبنا 10 كيلو غنفرقوها كاع نديرو اللهم كل واحد ياخذ رابعه. دابا هذا الصف هذا وبالسوايع في الاخر ناخذ رابعه هادشي اللي كاين با جايبنا واحد الخنيشه نفرقوها عليكم واللي عنده شي دار يمشي. هاد الناس هادو فين كيعيشوا الخبار في راسك في اغنى هذيك اللعيبه امسا كان شاد الصف على اللوبيا وعلى العدس ومهمتي والاعلان فينا هو هل تصدق بان المغرب هل تصدق بان المغرب هل تعلم بان الملك هل تعلم وهادو هادو وياك حل العفطه هادو اللي شاد الصف على اللوبيا اولي اللوبيا طلع لها الشر ولا وشدوا عليها الصف اولي على العدس ناري العدس شاد عليه الصف اللو ديال البوطاغاز بمره وهم فوق الغاز وشاد الصف على بوطاغاز اولي ولي مراجعه والاعلام ديالهم موجه لضرب المغرب وباش يشوهوا الصوره ديال المغرب. نقولكم اسكو تعرفوا ولا سمعتوا بلي البرازيل هي دولة اسمها مأخوذ ولا أصله تزيري وبلي الجزائريين هما الوالة اللي وصلوا لأمريكا ولا العالم الجديد. والله ما عارف غير منك دلوقتي أبو حميد. قبل كريستوف كولومبوس كاين اللي وصلوا قبله من المسلمين من الجزائر. مكتب ضحك كاين مؤرخ يسموه إبراهيم فخار اللي حكى بكري في السبعينات في مجلة الثقافة الجزائرية قصة قبيلة يسموها بني برزال
الجزائرية اللي اكتشفت البرازيل وعطتها اسمها. كي يقول لك باللي بني برزال هذه كانت تسكن في المسيلة. لا واثقة من نفسيها مش متبانه. مثلا باللي كلمة برازيل ولا الجزر اللغوي تاعها ما كانش لا في اللغة المحلية تاع البرازيليين ولا في البرتغالية ولا في الإسبانية، وهي كلمة قريبة بزاف لاسم قبيلة بني برزال الجزائرية. ويقول باللي كاين أسماء مدن في البرازيل مدينها من اللهجة الجزائرية. هاحشم خويا بزاف ما يكسروا الطوابير، كل شيء فاقد في ديك البلاد. لا والو الناس فقدوا الامل في راسهم، لا هما فقدوا الامل في راسهم. زعما جدك البرازيل مش خالي، والحاجه الوحيده اللي ما خصكمش تهضروا فيها هي التاريخ. انت عام 62 هنا وانت عمرك 60 عام كتهضر على التاريخ وتهضر على البرازيل والامريكان وتهضر اودي الله يهديك. وباش كيساليو معايا بالمؤشرات الصوتيه باش زعما داك الشيء راه الاخبار راه جاي منها من المصدر ديالها، لا راه كانت معاهم في التاريخ. الله يهديك هي كانت تما صاحبي، هي اللي جابت الاخبار من تما. المؤشرات الصوتيه وكيلعبوا على العواطف ديالهم مع مساكن تاهما هشاش ومع شاد الصف ما عندهم فين يدوزوا الوقت. اللهم هاك اكذب واعطيه اودي والله الا كتقطعوا في القلب بالله هذا عيشه عيش نهار بالسلامه. وكيخرجوا فينا عينيهم ويزايدوا علينا لا حول ولا قوه الا بالله. نختموا الفيديو ديال اليوم بهذا الخبر الرائع. إلى الشأن المغربي، وفي إطار تنزيل مخططه التنموي المستدام أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة، وذلك حسب بلاغ المكتب بهدف تعزيز منظومة النمط السككي الوطني كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل. فبعد مرور 5 سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وإفريقيا، طلبوا عروض المنافسة خصصة من أجل اقتناء 168 قطارا، 150 قطارا منهم لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب يربي من وراء هذا الاستثمار الطموح الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية. اللهم بارك اللهم بارك. 168 قطار جديد غادي يدخل المغرب إن شاء الله، 150 غادي يكونوا بالسرعة المعهودة 160 كيلومتر في الساعة، و15 غادي يكونوا من فئة السرعة القصوى 360 كيلومتر في الساعة، واللي إن شاء الله غادي يربطوا به مدينة الدار البيضاء مدينة أكادير، وغادي يولي بإمكانك أنك من طنجة توصل حتى الأكادير بسرعة قياسية. وهذا هو المغرب، دائما حاضر في تنمية البلد ديالو، دائما حاضر في المشاريع والاستثمارات للبلد ديالو. ما كاين طوابير ما كاين وعود فارغه. احنا ما عمرنا سمعنا بانهم غادي يشريوا ولادي، تخرج الخبر طن راهم غادي يقتنيو. واحد خونا راه 4 سنين دابا باش قال لهم غادي ندير لكم القطار من شام من راس تال دا 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 دا. غادي تبقاو تمشيو راكدين في البلاصه 4 سنين، هذه باقي ما دار لهم شي حجره. لا الحجر حقه كيديروا لهم، معقطع عليهم الماء ولا ويديروا الحجر، لا الحجر الحجر كيديروه. اللهم بارك اللهم زيد وبارك، الله يحفظ المملكه المغربيه. هاد الناس حاضينا وربي عاطينا، كيف ما شفناهم الشعب ديالهم كيفاش عايش راه بلا. الا جينا ندوزو في الفيديوهات راه نقدروا ما نساليوش معاناه كبيره ديال داك الشعب، والاعلام ديالهم مخلي الشعب ديالهم ومخلي الصوت ديالهم جالس كيضرب في المغرب صباح مساء. المملكه المغربيه هل تعلم هل تصدق هل تعلم هل تصدق. الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ المملكه المغربيه وشعارنا الخالد ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش تفرقعوا ديك لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما.